شباب تاهت بهم دروب الحياة، كابدوا الصعاب وتغلبوا على المستحيل في سنوات دراستهم الجامعية ليجدوا أنفسهم في واقع مغاير تماما لأحلامهم وطموحاتهم التي رسموها على مدى سنوات من التعب والسهر والمثابرة. أنا كشاب وغيري من الشباب إلى الآن أكثر من 7 سنين نبحث عن فرصة عمل في مجال التخصص، لم نجد في مجال تخصصنا، ولذلك انطلقنا للبحث في مجالات أخرى لكسب لقمة العيش ولتأهيل أنفسنا في عدة مجالات، منها مجال تدريب اللغة الإنجليزية في الكمبيوتر، في مبادرات شبابية على نطاق الحي أو المدينة. ولامسنا الواقع في كثير من الشباب، أن في وجود شباب كثير يعني مؤهل ومدرب، ولكن للأسف لا يوجد قطاع خاص أو حكومي بسبب الحرب وبسبب الظروف اللي تمر بها البلاد يستوعب هؤلاء الشباب وينمي أفكارهم وإبداعهم ونشاطاتهم. بتوجس ينظر هذا الشاب بعد تخرجه من أحد الأقسام في جامعة عدن، وهو واحد من بين الآلاف من الخريجين الذين تقاذفتهم أمواج الحياة بعيدا عما كانوا يحلمون به وعما كافحوا من أجله طيلة سنوات الدراسة الجامعية. أصبح وضع الشباب هذه الأيام للأسف مدري جدا، أنه يعني الحاصل للوضع الراهن الشاب يدرس ويتحمل أعباء تكاليف يعني من فترة تتجاوز على 15 عام من بداية إلى نهاية الجامعة، وفي النهاية يكون بالمطاف مقعد في البيت. أبرز الصعوبات اللي يواجهها الشباب إنه يدرس في تخصص أو في مجال معين، وعند تخرجه إلى سوق العمل يتفاجئ إنه يشتغل في مجال آخر بعيد عن تخصصه، والسبب هذا بسبب وضع البلاد والظروف الاقتصادية اللي تمر بها والحرب، فلذلك يتجه للعمل بمكان آخر بعيد عن تخصصه ومجال دراسته. ظروف الحرب التي تمر بها البلاد منذ سنوات فاقمت من معاناة الشباب ورفعت نسب البطالة بينهم إلى حد كبير، أما سنوات ما قبل الحرب فكان لغياب الشراكة بين المؤسسات التعليمية والمؤسسات والشركات الإنتاجية دور بارز في تنامي معدلات البطالة، والضحية هم الشباب. غالب الجهات المختصة كشابة أو كمتخرجة من أحد الكليات مع تواجد الكثير من العاطلين من العمل الشباب المتخرجين بمراتب عليا وكفاءات عالية أيضا، نطالبهم بتوفير الوظائف بالتخصصات المناسبة. أبرز المطالب هو للحكومة، توجه بشكل رئيسي للحكومة في الاهتمام بالشباب والكوادر التعليمية وتوفير فرص عمل في القطاع الحكومي، أيضا للقطاع الخاص بتأهيل الشباب واستيعابهم كلنا على حسب مجاله وتخصصه. الانخراط في الحرب أو التفكير في الهجرة أو الاستسلام للواقع، هذه هي الخيارات الماثلة أمام الشباب، أما الطريق إلى أحلامهم فيبدو مستحيلا في بلد لا يجد فيه حملة الشهادات الجامعية أبرز الحقوق المتمثلة بفرص عمل تتناسب مع تخصصاتهم.